السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة قناة التصوير المصري. معاكم محمد فتحي، وحلقتنا النهاردة حلقة يعني أنا عاملها عشان أنا حابب أعمل الحلقة دي وأوجه رسالة لبعض الناس. الحلقة النهاردة مقارنة، مش مقارنة بالظبط، بين كانون 6 دي مارك 2 وكانون ار بي الميرورليس الجديدة. إيه بقى اللي أنا هتكلم فيه؟ كلنا عارفين مواصفات الكاميرتين، انا مش جاي اقول لك مواصفات الكاميرتين، انت دخلت على اي يوتيوبر او على كله اتكلم عنه. فدلوقتي انا هتكلم عن الفيصل بين الاثنين، او انا اختار ليه دي او اختار ليه دي. مبدئيا سنسور الاثنين واحد، نفس الميجا بيكسلز في الاثنين، هتحس ان خدوا سنسور ال 6 دي مارك 2 وحطوه في الار بي ككواليتي، تمام؟ فدي نقطه الكواليتي مفروغ منها، ان اثنين كواليتي بتاعهم واحد، ايزو بتاعهم واحد، نفس كل حاجه. طب انا ايه اللي يميز دي عن دي؟ ايه اللي خلاني اشتري ار بي وما اشتريش 6 دي مارك 2؟ ايه اللي خلاني اشتري العكس؟ نيجي بشويه حاجات بقى كده، ودي الفيصل وهقول لك علاجها. 6 دي مارك 2 كاميرا دي اس ال ار، حجمها ووزنها كبير واتقل من الار بي بكتير. الار بي كاميرا ميرورليس، حجمها صغير واخف بكتير من ال 6 دي مارك 2. دي نقطه ترجع لك انت، بس طبعا كل واحد بيفضل الاخف عشان لما يركب لينس تاني على الكاميرا ما يبقاش شايل وزن تقيل. نقطه كمان، بطاريه 6 دي مارك 1 بطاريه جباره، بتقعد اكتر من 1000 صوره. بطاريه الار بي بتقعد ل 250 صوره بس، وده العيب الوحيد اللي انا كاحمد شايفه في الار بي، ومش العيب اللي خليك ما تشتريهاش، لا، وانا هقول لك علاوه كمان شويه. دلوقتي الاختيار ازاي؟ اختار ايه يعني؟ طب انهي احسن؟ طب الار بي بتصور فريمات في الثانيه اقل من ال 6 دي مارك 2، فدي نقطه. لو انت واحد بتصور فريمات كتير فطبعا هتتجه للمارك 2 بعيد عن الار بي. سيستم فوكس بقى، نيجي هنا والكلام هيختلف وهيتحول ل 180 درجه. الفوكس سيستم بتاع الار بي هو هو اللي في المارك 2 زائد عليه تحسينات الاي ديتكشن فوكس، يعني حته اللي هي الفوكس بتاع العين اللي في الار بي دي تخليها يعني كفتها الطب عن ال 6 دي مارك 2 بكتير من وجهه نظري، بس ما كانش على العام، وجهه نظري انا. 6 دي مارك 2 اخرها في الفيديو اتش دي او فول اتش دي، الار بي بتصور معاك لحد 4K. اه بتعمل حاجه اسمها داون سكيل وبتدكش كل الخصائص بتاعت الفوكس في ال 4K، بس لو انت عايز الكواليتي دي مع ان انت هتتعب شويه في الاعدادات مش مشكله، بتديك 4K. فكده برضه نقطه تحسب للار بي. الاثنين شاشه متحركه، الاثنين شاشه تاتش، نفس الكلام في الاثنين. طب دلوقتي ايه عيوب الار بي اللي انت شايفها؟ عيبها الوحيد اللي انا شايفه البطاريه. علاجه ايه؟ بطاريه الار بي هي بطاريه الكانون 800 دي، فانت ممكن تشتري بدل البطاريه 2 3 4 هاي كوبي، مش هتشتري بطاريه اوريجينال طبعا، البطاريه اوريجينال غاليه. جبت لك ثلاث بطاريات مثلا نقول بحوالي 1000 جنيه زائد بطاريه اوريجينال اللي مع الكاميرا، كده انت حليت مشكله الار بي، تمام؟ غير يعني او زائد ان الار بي بتتشحن باليو اس بي، يعني انت مش شرط تشيل البطاريه من الكاميرا عشان تحطها في شاحن، لا، انت ممكن تشحنها باور بانك اصلا وانت شغال بيها. زائد خاصيه كمان، ان الار بي فيها مخرج لسماعه مش مدخل للمايك بس، ده مش في ال 6 دي مارك 2، ودي حاجه فيصل او قاتله بالنسبه لمصورين الفيديو، حاجه يعني مفيده جدا ومهمه جدا بالنسبه لمصورين فيديو اللي هو الانبوت بتاع السماعات او الاوتبوت. فدي نقطه تفرق او تحسب للار بي عن ال 6 دي مارك 2. بس ككواليتي زي ما قلنا الاثنين نفس الكواليتي، الاثنين نفس السنسور، والاثنين نفس الميجا بيكسلز، والاثنين نفس الايزو بيرفورمانس والكلام ده كله. نيجي في النهايه، انت كاحمد تختار ايه، الار بي ولا ال 6 دي مارك 2؟ بالنسبه لي بالخصائص اللي الطب فيها ال 6 دي عن الار بي مش حاجه جامده قوي، لان هي ازيد في البطاريه، ازيد في الفريمات اللي في الثانيه، فيها ان اف سي، فيها شاشه لفوق، كل الكلام ده كله ما يفرقش معايا انا. انما نيجي للخصائص العمليه اللي تهمني انا، ان 4K وان مدخل السماعات ونقطه الفوكس اللي هي الاي ديتكشن فوكس، ده كله يخليني انا اختار الار بي عن ال 6 دي مارك 2. طبعا انت تختار بين الاثنين، الاختيار ليك انت والقرار ليك انت، بس انا حبيت اوضح شويه حاجات كده فنيه او محدش ياخد باله منها قوي في المقارنه بين الاثنين. وفي ناس بتفضل 6 دي مارك 2 عن الار بي، فحبيت اقول لك ان انت بتاخد 6 دي مارك 2 في جسم اصغر بمزايا اكتر بعيب واحد اللي هو البطاريه، وحله قلته لك دلوقتي ليه حلين. بس كده، يا رب تكون استفدت معايا او خدت بالك من حاجه انا ما كنتش انت واخد بالك منها، وعرفتك تختار ايه لو هتختار من الكاميرتين دول. وما تنسانيش من دعوتك، شكرا.